هاد العام شوية الشتا جات معطلة اه بالنسبة للماشية مضرورة لأن هي ما صبتش الشتا بكري باش ينوض الربيع داكشي ولكن الفلاحة دابا ما كاين بأس هذا التعالج راه الناس كيزرعو كي مزيان غير واحد النقطة شوية اللي هي واعرة شوية دابا هو المازوت شوية غالي على الفلاح دابا اللي قاتل الفلاح هو المازوت من الزريعة زادوا فيها شي حاجة ما كاين بأس ولكن المازوت هو باش كنخدموا باش كتنتج باش كتفلح باش كتحرط باش كتسقي باش كت جميع المسائل كدار بالكازوال يعني كطلبوا الدعم ديالو ايوا نطلبوا الدعم الا كانت الدوله شويه تعاون في المازوت راه ما كاين باس راه المازوت كديري في التراكتور ماشي هي كدير المازوت في الطوموبيل كترولي بها 200 درهم ديك من لا قادير هانيه التراكتور راه كدير فيه 1000 درهم في العشيه كيقول لك الله يعاونك عاوتاني خاصك 1000 درهم اخرى زادوا في الثمن ديال الحبوب ولا نقري والملح زادوا فيها بلا قياس لازوت كاين الفلاح اللي ما خاضاش هذا العام وما قدش عليها كاع هنا هو من 300 درهم القنطار الملح 46 صبح الدابة ب 900 درهم القنطار الملح 21 كانت ب 5000 ريال 250 درهم صبحت ب 7800 9000 ريال 8000 ريال داكشي ما مقاتش ما بقيتي تقد تحكم على حتى شي حاجه لان قريت زادت فيه توا واحد 40 درهم 50 درهم عن بالنسبه للسنه اللي فاتت ما كيبقى هامش لان هو البلاد لاصقه فك وحاصل فيها خاصك تفلحها بز منك ما تقدرش كتشوف الارض قدام خاصك تفلح تاكل في العصا وكتفلح الا شوف ربي اش غيدير كنديروا الماشيه حنا الحارت اللي كنفلحوه دابا كله كان تقريبا الماشيه لان كل ما كانش الماشيه ما غادي تقدر تحبس كاع ما تفلحش كاع دابا كنديروا الزرع المباشر باش نقصوا من التكلفه ديال الحرث لان هو الا بالكوفير وعاود ثاني التني وعاود تزرع تبقى قطار غالي بزاف لا ما دابا عندنا لي سوموار ديال الحرث المباشر مهم بزاف واقتصادي في نفس الوقت حارت ودير لانكري ديالك وزارع وكل شيء يعني مسربي داكشي هذا ينقص من التكلفه ديال الغازوال لان هو خدمه وحده غاده ماشي كتبقى تحرات وتعاود تحرات تعاود تحرات لان هو بزاف هو خفيف خفيف داك ماشي وا سوناكوس اش غنقول لك انا كناخذ البذور ديالها خدام بها شحال من عام هذا ما, تقدرش تسغنى عليها ما اللي قالوها لك كدير اش غدير ما عندك ما دير اللي اه قالها مول الزرع عطيها مول الاولاد هذه هي الماكينه ديال الزرع المباشر اه كدير الزراع اه وكدير لانغري في نفس الوقت وعند لي سوك ديالها كيدخلو في التراب عندها ريكلاج شحال ما بغيتي تنزل الزرع على حساب الارض الا كانت رطبه بزاف كتريقل على 5 سنتيم 6 سنتيم كانت قاصحه كتريقل شويه لي سوك باش ينزلوا باش يهبطوا شويه الزرع لتحت ما خاصكش تفوت واحد 6 سنتيم حتى 7 سنتيم ديال الزرع باش ما يعرق ما والو باش ينوض مزيان ونفعت الوقت مزيان هذه هذه لو كان ما هذه ما بقيناش نقدو نفلاو مع حساب المازوط وعلى حساب الغلاء وعلى حساب داكشي كتكرا كت كريه سا ديبون على 400 500 درهم للقطار 500 درهم للقطار لان هو اللي كيكريها كي هو اللي مستافد حيت ما دغيا مسربي به شغلو و باش مزيانه هادي دابا كدير بها 3 سنين سمي ديريكت في الارض نفس الارض والعام الرابع خاصك عاوتاني دوز انشيزال باش تفيرتي لي الأرض عاوتاني تقلبها عاوتاني ثلث سنين أخرى تبقى ديما السومي ديريكت باش ديك المواد اللي خصبة كتكون هي الفوقانية فوق الأرض ما كتقلبهاش بالمحراث لتحت هادشي باش مزيانة بزاف امتياز ديال هاد السومي ديريكت مالين السومي ديريكت ديما كيصيفوا يعني تا الماء اللي كيصب دابا ما كتقلبيهش كيبقى كي تم الزريعه ديراكت كتحط في التراب هذاك البلاصه ديال التيرس اللي كدير الشقاق ما يلاقش لا سومي كيلاق في البلاد اللي هي حرشه بحال الساحل بحال شي بلاصه اللي ما كتشققش هي اللي كتخدم ليها سومي ديريكت اما البلاصه اللي كتكون شقاق هذيك ضروري خاص الماء كيديروها طوع باش كيتسد دوك الشقاق وداكشي ما يضربش البرد حيت البرد الا ضرب الارض كتنشف هذا هو الشيء